المستهلك، عزيزي المستهلك وانا كمان مستهلك وكلنا مستهلكين، حتى المهندس أيمن حسام الدين بالتأكيد هو أيضاً مستهلك رغم انه هو رئيس جهاز حماية المستهلك، فأنا دايماً أقول إيه؟ فاعلية الجهاز ناتجة ناجمة عن إنه حضرتك تشتكي لو في شيء ما. خلونا نرحب وبشدة بالمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، منورنا جدا كمجرة العادة. أشكرك و يعني تحياتي لحضرتك وللفريق العمل المحترم وطبعا في البدايه والنهايه تحياتنا لكل الساده المشاهدين المواطنين المستهلكين, المستهلكين المصريين المحترمين شوف انا مقدر خالص انه ده كان يوم حافل وانه كان لازم نخلص اليوم بتاع النهارده نروح ننام يعني انا عارف فانا بتقل عليك لا 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 بتقل. النهارده المؤتمر اللي عمله جهاز حمايه المستهلك نتج عنه مجموعة من القرارات. إيه نعم. هي؟ أنا بس اسمح لي إنه هو المؤتمر كان بخصوص يعني الإعلان عن بعض القرارات بالفعل تم اتخاذها في جلسة طارئة مم. لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك يوم الأربعاء السابق الماضي يعني زي ما حضرتك تفضلت قبل الهواء. بالفعل كان الحقيقة الوضع يعني غايه في الصعوبه. خلينا نتكلم بوضوح و... ونحاول كده بهدوء بدون انفعالات وبدون صح. تحيزات نقول الوضع صعب للغايه. فكان لابد طبعا للجهاز كجهاز من اجهزه الدوله وكان في توجيهات واضحه تماما من القياده السياسيه انه في ال... يعني كل مؤسسه من مؤسسات الدوله تتدخل بكل ما تملك من اليات وادوات في تخفيف العبء عن المواطن طبعا في الاخر المواطن هو المستهلك والمستهلك هو المواطن فالنهارده في اطار الازمه الحقيقه يعني الرساله عن المستهلك المصري بشكل محدد يعني فكان في مجموعه من القرارات لابد من مراجعتها وكان في مجموعه من التدخلات الحقيقه العنيفه لاثار الازمه الاوكرانيه آه الازمه طالت ابعد بكثير جدا من اللي احنا كنا ممكن نتصوره يعني خلينا ويمكن الحقيقه انا هراهن على انه آه جهاز حمايه المستهلك اصبح ليه رصيد في الشارع المصري بشكل او باخر آه والمستهلك المصري بيثق في هذه المؤسسه من مؤسسات الدوله انها فعلا تعمل آه اولا واخيرا لصالح هذا المواطن وهذا المستهلك لابد ان احنا آه نشير يمكن الحقيقة كل الناس اتكلمت في تأثيرات الأزمة العالمية الموجودة حاليا على الاقتصاد العالمي لكن يمكن الناس تحب تسمع ده من مؤسسة معنية بالاستهلاك بشكل خاص فيهمني إن أنا أقول إن هذه الأزمة طاحنة قاسية قاسية قسوة شديدة هنقول إيه يعني أكثر الدول استقرارا اقتصاديا بنتكلم على دول العالم وراسخه في الاقتصاد بتاعها النهارده وصلت المساله انها بقت تسمح للمواطن بانه ياخد كيس عيش ازازه زيت واحده صحيح 100% صحيح ف احنا الحمد لله لحد هذه اللحظه لم نتعرض لمثل هذا الاجراء من الدوله بالعكس تدخلات الدوله كانت واضحه جدا فيما يخص اه احتياجات المواطن من السلع الأساسية والاستراتيجية كل الشهرين اللي فاتوا الحقيقة موجهين في اتجاه واحد اه الحفاظ على استقرار السوق الحفاظ على استقرار السوق وكلمة استقرار السوق الحقيقة كلمة فيها أبعاد كتيرة جدا جدا وأولها من الإتاحة قد نكون محظوظين قد نكون بفضل ربنا وانعامه علينا ان احنا كان في رؤيه كان في وعي كان في تقدير جيد مش هقول للظرف ده لانه لم يكن على بال اي احد طبعا ان هو هنتعرض لازمه زي الازمه الاوكرانيه وبعض الناس بتتصور ان الازمه الاوكرانيه ايه اللي انت كنت بتاخده من اوكرانيا او من روسيا إحنا بنتكلم إن أمريكا أوسع من كده أمريكا نسبة التضخم فيها وصلت ل 8% مم. أمريكا اللي بقالها 40 سنة محافظة على نسبة التضخم لا تتجاوز 1% مم. النهارده وصلت ل 8 أوروبا بالكامل نسبة التضخم فيها تجاوزت 8% فيها تسعة واقتربت من العشرة أنا يمكن أنا بتكلم بالنيابة عن المستهلك مم. كمستهلك وكممثل للمستهلك النهارده الأزمة الاقتصادية العالمية أزمة غاية 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 في الخطورة بتهدد يعني الحقيقه تلت سكان العالم بالمجاعه عشان نكون واضحين يعني وده وفقا لما جاء على لسان الامم المتحده ورئيسها فالنهارده احنا كنا نحافظ على ان احنا نقدر نحافظ على مجرد المرور والعبور من هذه الازمه باقل خسائر ده في حد ذاته يعني هيسجل في التاريخ ان مصر تجاوزت أزمة 2022 بسلام لمجرد إن إحنا نخرج بأقل خسائر م. لا نبحث عن مكاسب وهذه الرسالة موجهة للجميع ويمكن موجهة في الأساس لكل من يعمل في مجال الأعمال. النهاردة الحفاظ على تواجدك على الساحة وعبورك هذه الأزمة ده منتهى النجاح. صح. فكنا كمان بنستهدف نسب نمو فالحقيقة ده يعني يقترب من الحلم فالنهاردة أساس الاقتصاد كله في النهاية هو المستهلك ليست هناك أعمال ولا صناعة ولا تجارة إلا مرتبطة بأن في النهاية في المستهلك طبعاً. عنده قدرة على أنه يمول عملية الإنتاج بعيدا عن ال 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 الموارد الأخرى للدولة حتى الموارد الأخرى للدولة السيادية زي ما قناة السويت في النهاية بتحمل بضاعة البضاعة دي راح المستهلكين فاللي عايز أقوله ان مساله الحفاظ على المستهلك وحقوقه هي حفاظ على الاقتصاد وحفاظ على استقرار الاقتصاد ما هياش رساله عاطفيه بيوجهها الدوله او بيوجهها فخامه الرئيس للحفاظ على المواطن وحقوقه لمجرد تعاطف مع المواطن لا النهارده احنا رهننا الكامل على استقرار الدوله مرتبط بقدره المستهلك على الصمود والعبور مع يعني مع الظروف الصعبه دي والدقيقه لبر الامان واللي ان شاء الله اللي ان شاء الله هيحصل. دليل تفاؤلي مرتبط يمكن انت ابتسمت ابتسمت على انه بقول لك ان شاء الله هنعبر انا على يقين من العبور ليس من قناعات سماويه لا احنا مرينا بتجربه اكثر يعني مش هقول اكثر قسوه الحقيقه هي اللي احنا فيه دلوقتي هي الاكثر آه. قسوه لكن كان تجربه في إدارة أزمة في كورونا ولم تكن يعني بالسهلة خالص ولا اليسيرة والحقيقة مش هزايد على ما قيل واللي الناس كلها شافته إن مصر كانت من الدول القليلة اللي تجاوزت أزمة كورونا يعني بإدارة جيدة جدا مم. فبالتالي أصبحنا بشكل أو بآخر مدربين تدريب جيد على مواجهة الأزمات الغير متوقعة الازمات يعني انواع مش نوع واحد يعني دايما الازمات بتتقسم او المخاطر بتتقسم لاربع انواع اللي هي ك يعني تاثيرها كبير واحتماليتها قليله ومش عايز نتكلم في التفاصيل ده وتقل المساله فاحنا بنتكلم على ازمه من اعلى درجات المخاطر اللي هي التاثير كبير والضرر كبير والاحتماليه كبيره يعني دايما بيقول لك probability impact او احتماليه وتاثير فاحنا بنتكلم احتماليه 100% كل حلقات التداول ارتبكت في العالم. ارتبكت بالكامل. حلقات التداول بمعنى تاجر صانع نقل لوجستيات كذا. كل الاسعار تضعفت بدرجه غير مسبوقه. وطبعا اهمهم قطاع النفط والغذاء وكذا ان احنا عندنا اسعار هستيرية بتحصل في قطاع الغذاء وفي قطاع البترول. اسعار لم يشهدها العالم في تاريخه. ما فيش جيل من الاجيال الموجوده دلوقتي شافت ازمه شبه كده. ما فيش ازمه كده. انا مش عايز اسود الدنيا بالعكس انا بدات بالنبي بقول لك انا متفائل بل على يقين ان احنا هنعبر باذن الله الازمه وده مش من منطلق غير ان اصبح في كوادر بتدير ازمه بشكل جيد في مصر. لكن لابد ان احنا نكون عندنا تقدير انه هيكون الوضع الحالي الاقل خساره هو الرابح. الرابح ولا يخرج بأقل الأضرار. أقل هل بنتكلم عن حد حتى المستهلك الخروج بأقل الأضرار هو مكسب. الدولة كانت محددة استراتيجيتها من البداية. أهم حاجة فيها إن الدولة تتحمل العبء الأكبر. والحقيقة الدولة ضخت في خلال شهور قليلة في أقل من ثلاث شهور مبلغ خرافي أكثر من 130 مليار جنيه. هتقول جات منين؟ نرجع تاني انه كان في قياده واعيه وكان في تخطيط واعي انك انت قدرت رغم ازمه كورونا توفر في موازنه السنه اللي فاتت حوالي 180 مليار وكانك عارف الله اعلم قد يكون صنع قرار يعلم ويرى ما لا نرى بدليل ان النهارده كان عنده احتياطي يقدر يصرف بيه. هل فقط ده هو الآليه؟ لا هنا بنرجع لكل الاجهزه وازاي تساعد وازاي تشتغل كل في اختصاصه على تقليل الضرر قدر المستطاع ولما نقول تقليل الضرر يبقى في ضرر ولابد ان احنا نتعامل لان انا عليا مسؤوليه توعويه اللي مش هنضحك على الناس السنه دي قاسيه الى انتهاء الازمه اللي لا يعلم احد متى ستنتهي هي قاسيه وعلينا ان احنا نتعامل وفق ما يسمى فقه الاولويات حلو فقه الاولويات الان علينا جميعا ان نراجع ما نحتاج مقابل ما نريد ويمكن ايوه ما نحتاج مقابل ما نريد والتوقيت حاليا هو ان نلبي ما نحتاج, ما نحتاج. ولو عندنا فائض مما نحتاج لا نضعه فيما نريد ارجوك اتقل عليه شويه ما لو سمحت شو. ارجع كده وحطه وخليه لو عايز تعيد استثماره عيد استثماره, استثماره، تبقى شاطر جدا لو قعدت استثماره بشكل شرعي انك انت تساعد وفي الاخر اتمنى ان كل واحد فعلا يقدر يمارس يعني او يقدر ينمي استثماراته بما يعني يعني يعود بالمنفعه على من الدوله من بشكل عام لكن دي كانت المقدمه العامه م. اللي على لسان جهاز حمايه المستهلك المتفائل المتفائل دائما ان احنا ان شاء الله هنعبر الازمه لكن ما دامت التوقيتات غير منظوره علينا ان احنا ناخد بالاسباب ونرجع تاني ما نحتاج وليس ما نريد حلو بعد هذه المقدمة أنا أستأذن وهي مقدمة مهمة أوي فعلا وأتمنى أنها يعني تلقى فهم كامل من إخواننا المواطنين المشاهدين السعداء هنروح للفاصل وهنرجع بعد الفاصل نتكلم على المضامين بتاعة القرارات وأهميتها واحدة واحدة خليكم معانا نعود تانية بقى مرة تانية بعد الفاصل مع المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية استنونا تصدق وتؤمن بالله يا شيخ قول لا اله الا الله محمد بص لسه كنت بقول للمهندس ايمن على بعض الامور اللي كنت بتكلم فيها مع أولادي قال لي ايه ده هو احنا متفقين مع بعض ولا ايه صح مش كنا بنقول كده <applause> آه انا اتفاجئت الحقيقه انه بس طبعا ده خارج يعني ما اعرفش بس والله لا بس لا لا خلينا خلينا الحكمة. خلينا نذكر الموضوع ده قد يعني يدي مؤشر للناس لابد ان احنا نتعامل زي حضرتك قلت لي ان انت جبت اولادك ورجعتهم وقلت لهم هنقلل الانفاق بما لا يقل عن 20% لا يقل وكل واحد يراجع حساباته وكسب يمكن انا ضحكت ان قلت لك احنا احنا كنا متفقين أه. طبعا حاليا اولادي سامعيني ايوه فنفس الاجتماع بس انا كنت اكثر قسوه منك انا قلت 30% يعني وتش ان انا حسبتها كده حسبتها انا هرفع 10% يبقوا كده 30 <applause> والحقيقه وصلنا لمجموعه من القرارات زي القرارات جهاز المستالك قرارات جهاز حمايه المستهلك في قرارات جهاز منزلنا العامر وصلنا لمجموعه القرارات يعني ان لابد ازاي نرشد الانفاق طبعا والمساله دي مش الحقيقه مش رفاهيه انا خلاص انا دخلي انخفض بمتوسط 30% دي الحقيقه فاذا ما م. كناش هنتعايش بكده مش هنعرف تكب يعني احنا اذا كنا كنا بنقبض 10 جنيه بنصرف 10 جنيه دلوقتي ال 10 جنيه بقى قيمتهم 7 جنيه لازم نصرف 7 جنيه م. لو كنت بعمل بوفر جنيه لازم افضل بوفر الجنيه يعني المساله لابد من مراجعه لابد من مراجعه، وده اللي الدوله بتعمله دلوقتي، ما هي في الاخر الدوله دي هي اسره كبيره على فكره يعني، فلازم كلنا نراجع، ما فيهاش اي خجل انك انت خلص. تقعد زي ما حضرتك عملت كده انك تجيب ولادك وتقعد وتبتدي نمسك النفقات واحنا احنا اصبحنا شعب مستهلك جدا، والحقيقه خلاص عشنا فتره استهلاك زي ما حضرتك كده تفضلت وقلت شويه امثله مش عارف نشتري ايه ونعمل إيه إيه, ايه 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 في حاجه لا لا في البيت اعاده لا لا لا. الحسابات اعاده طيب الحسابات ده. لابد ان احنا كلنا نعيد حساباتنا فيما نحتاج فيما نحتاج نرجع بقى لجهاز حمايه المستهلك والمجلس الاداره اللي كان موجود أيوة. في الحقيقه كان مجموعه من الظواهر كالعاده جهاز حمايه المستهلك بيبتدي يرصد الظواهر ويتعامل معها اهم اهم الظواهر اللي كانت موجوده على الساحه في الفتره اللي فاتت كانت تخص قطاعات السلع المعمرة والأجهزة الأجهزة السلع المعمرة اللي هي الأجهزة المنزلية والسيارات ويمكن السيارات بتاخد صدى أكبر بس الحقيقة حجمها في عمل الجهاز لا يتجاوز خمسة وستة من عشر في المية يعني في مقابل مثلا لو اتكلمنا عن السلع المعمرة تمثل 32% من أعمال الجهاز طبعا في النهايه انت ممكن تستغنى عن عربيه على فكره آه. يعني لكن الاجهزه المنزليه لكن في <applause> اه وبعدين لو بصيت السوق في الشارع في خمسة مليون عربيه في حاجه بتاع مئة مليون جهاز في البيوت في يعني صح. على مختلف الكذا فالنهارده طبعا تحتل عندي نسبه الاكبر فكان لينا قرارات مهمه جدا ويمكن ذكرناها قبل كده فيما يخص ضمان ترجمه مفهوم السلع المعمره انها تصبح سلع معمره م. وعشان نبسط كده بسرعة يعني إيه سلعة معمرة أنا النهاردة لما بشتري غسالة لا أتوقع أو ثلاجة أو بتجاز لا أتوقع أن هي تخلص من الضمان أرميها في بعض المجتمعات يمكن تسمح بكده لكن مش مجتمعنا مجتمعنا بيتعامل مع السلع المعمرة على أن هي عايشة معاه 15-20 سنة وما فيش حتى يعني ما بيبقاش تغيير السلع المعمرة كده جزء من نمط الحياة يعني يعني أنت ممكن تغير عربيتك كل خمس سنين ويرد. مع ذلك في نفس الوقت ما بتغيرش بتجاز كل خمس سنين صح او التلاجة كل, كل خمس, خمس صح. سنين صح ففي, ففي النهاردة كان لابد من اتخاذ قرارات مهمة جدا فيما يخص ضمان ان السلع المعمرة تكون فعلا معمرة طب ايه مفهوم السلع المعمرة العمر الافتراضي بتاعها بقى. العمر الافتراضي بتاعها فكان لابد من تطبيق العمر الافتراضي بمنتهى الجدية لان ده هيظهر تأثيره على حاجات كتير واهمها جودة المنتج م. المصري الجودة ويمكن احنا تعرضنا للموضوع ده قبل كده في نقاط سابقة وقلنا لو بصيت على الغسالة اللي عندك في البيت على الحلة اللي جواها بدءا من ستينلس او يعني سبيكة الستينلس عالية الجودة اللي تعيش معاك خمسين سنة لصاج مدهون نيكل كروم بعد سنة سنة ولا سنتين هيصدي ويقطع لك الهدوم آه. ايه الفرق بينهم اللي يحدد ان ده منتج جيد ولا ده منتج رديء هو عمره إذا كنت أنت عارف أنت جايب خامات شكلها إيه جوه هذه المعده أو جوه الغساله دي هتقدر تقول تعيش عشر سنين تعيش 15 والحقيقه إن إحنا لما ابتدينا تطبيق القرار فوجئنا بإن أنا فوجئت بإن عندنا منتجين غايه في القوه. غايه في القوه لم أكن أتصور إنه يجيني وأنا طبعا مش في حل إن أنا أذكر أسماء يجيني منتجين جايبين ضمان آآ آآ عمر افتراض يصل ل 15 سنه مبني على ادله وبراهين ما ينفعش يطخ في الهواء مش بيقول اي كلام ما وخلاص ما خلي بال حضرتك هيضطر يستبدل الجهاز بعد كده يعني هو لو خبط رقم كده و... وما نفذش هيغير الجهاز بالكامل طب وجابوا لي ما يؤكد على جوده منتجاتهم من تفاصيل وخامات وتصديرهم للخارج وعلامات الجوده اللي واخدينها و قال لك احنا قادرين على ان احنا نحط عمر افتراضي كذا في ناس انسحبت خالص طبعا كان بطل الشغلانه دي خالص مش مش هنقدر نقول اسماء بس انا متوقع اسم منهم تمام قال لك لا ما كذا النتيجه ان تطبيق القرار وصل بنسبه التزام في ما يعني نزل للاسواق بعد تاريخ المهله كنا حاطينها بنسبه 100%. 100% من منتجي مصر ومستوردي مصر النهارده سلعهم الجديده عليها العمر الافتراضي. حلو. تبقى عندنا مشكله صغيره جدا. السلع اللي موجوده في السوق اللي قبل القرار نتعامل معاها ازاي؟ الناس قلنا وتفهمنا انه الاليه آه قد تكون صعبة شوية ان هو في بعض السلع هتلاقيها في الصعيد، في بعض السلع هتلاقيها في الوادي، في كذا، فانه ينزل ويعالج السلع دي، طلبوا مهلة اضافية لحد 30 ستة وانا وافقت عليها او مجلس الادارة عفوا وافق على مد المهلة علشان الحقيقة كان في جدية في تطبيق القرار. في عندنا قرار تاني يمكن انا هاجي للي لل... يعني يهم الناس قوي في, في النهاية. في آه ده ده الحقيقة تاثير هذا القرار قرار العمل الافتراضي الناس هتدرك معناه كمان سنتين ثلاثه وهتشوف يعني ايه منتج جيد ينزل مصر يعني يقدر ينافس ويناطح المنتجات اللي كنا بنشوفها بتيجي من المانيا عفوا من اوروبا ومن الدول من حت... القويه اللي انت كنت بتجيب من المنتج يعيش معاك خلاص انتهى وده من شانه انه فعلا يشجع الصناعه المصريه ان انا خلاص انا بقيت عارف ان انا عندي منتج مصري محطوط عليه عمره الافتراضي وضمانه جد من هزار فانا ابقى مقبل اكتر على شراء بدل ما كنت بقول زي زمان ما انا اجيب اللي مش عارف ايه دي احسن اصلها هتعيش عشان الفرضيه عشان الفرضيه لكن دلوقتي ما بقتش في فرضيه بالعكس اللي انت ممكن تتصور ان هي عظيمه جدا جدا هتلاقي العمر الافتراضي سبع سنين ومنتج اخر هتلاقي 10 سنين م. اصبح النهارده انت كمستهلك عندك معيار أوه. تقيس عليه اخد دي ولا دي حتى لو كانت اغلى هتقول النهارده وعلى فكره المستهلك البسيط هو اللي بيبحث عن الاعلى جوده طبعا عشان خايف على القرشين اللي تعب فيهم وهلك اللي الناس بتقول لك انت كده هترفع اسعار خلي بالك المستهلك البسيط هو اللي عايز السلعه اللي تعيش مع العمر كله قد يكون المستهلك الاكثر يعني يسرا عنده ما بتفرقش سهولا آه بتاع يعني بازر مي وهاد غيره مش كتير يعني اه وديها على الساحل وديها على السخن مش لكن الراجل البسيط الكادح ده عايز يجيب الغساله تقعد معاه العمر كله صح. عايز يجيب التلاته فالقرار ده كان مهم وبرده تفهما ان الناس كانت جاده كمنتجين ومستوردين في تطبيق القرار ادينا لهم مهله لحد نهايه سته ان هم يعالجوا اللي موجود في السوق عشان لما ننزل بالقوى الرقابيه مفيش حاجه اسمها ادور ده بعد القرار ده قبل القرار اللي هلاقي العمر الافتراضي عليه يبقى اذا متوافق اللي معلهوش يبقى اذا مخالف والمخالفات ليست بالسهله نيجي في برضو قرار كان يخص التبغ مم. اعلم ان موضوع التبغ من المواضيع الغير محببه للناس لكن في النهايه هي سلعه, سلعة وتباع وتشترى وليها مستهلكين ولابد من الحفاظ على حقوقهم التبغ ليه كده دورات في السنه لما بيتغير اسعاره بيبتدي يختفي واسعاره تتباع باسعار غير مهم كنا خدنا قرار مهم في جهاز حمايه المستهلك بطباعه السعر على كل عبوات التبغ والمعسل. لكن عشان يبقى في حريه في التحرك فيها خصوصا في مواد بتبقى امداداتها بتيجي بالست شهور خاماتها و فقلنا هنطبع السعر الكتروني بالكيو ار. فبالتالي حضرتك بالتليفون الذكي وفي في مصر ما يتجاوز يعني 80% من الناس بتستخدم التليفون الذكي دلوقتي يقدر يحط التليفون على الكيو ار يعرف السعر بتاع العلبه في لحظتها حتى لو تغير السعر في لحظتها يتغير في لحظتها هتشوفه في نفس الثانيه وانت بتستخدمه وده كان أحد الحلول اللي تشرفنا يعني تشرفنا كجهاز حماية المستهلك بأن احنا اللي طرحنا هذا الحل ولقى قبول كبير جدا رغم أن القرار ده كان بي... بيقاوم على مدار سنين سابقه بيقاوم من مين بقى طبعا من المنتغين, من المنتغين. ومن... طبعا لان الحقيقه هي تمثل عليهم خساره فادحه تصور حضرتك ان انت النهارده مثلا عندك في المخازن رصيد استراتيجي ست شهور وجيت غير السعر وبتقول لي بيع بالسعر القديم كارثه وفي نفس الوقت على الدوله اللي اتفقت ضرائب وخلي بالك تاني مصدر للضرائب في مصر هي التبغ عشان تبقى الصوره واضحه التبغ هو اللي بيصرف على التامين الصحي يعني كل متحصلاته الضريبيه متحصلات, متحصلات التبغ بتصرف على مشروع التامين الصحي الطموح اللي احنا م. بنحلم ان احنا ان شاء الله يعني نشوفه بيتطبق بشكل جيد النهارده اللي بيصرف عليه هو التبغ فالحقيقه لقينا ان الناس التزمت بنسبه تتجاوز 80% حل. وروني المنتجات وقالوا لي بسبب الازمه جابوا لي دلائل على انه الخامات التغليف وخامات التعبئه والحاجات اللي هي مطبوعه واقفة في المواني بره مش قادرين يجيبوها نتيجة طبعا حركة اللجستيات. طبعا فطلبوا مد المهلة ثلاث شهور برضه وافقنا ليه؟ لأن كان الاجتماع في إطار دراسة واحتواء تأثيرات الأزمة الأك... أو الحرب الأوكرانية على الاقتصاد المحلي مم. فكنا عندنا من المرونة إن إحنا نديلهم مهلة إضافية طيب نيجي بقى للسيارات المهنية على السيارات نروح لفاصلنا الاخير فاصل اخير ما هي اعلانات عشان المستهلكين برضه <applause> نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام افتراضي ده هيعمل فرق والله العظيم شيء رائع فخليني وانا يعني ارفع القبعه تحيه لجهاز حمايه المستهلك ومجلس ادارته ورئيسه بالفعل ضفنا آآ آآ العظيم مهندس ايمن حسام الدين نروح بقى على زي ما حضرتك قلت كانوا خمسة وكم في المية الشكاوى بتاعت العربيات؟ خمسة وستة من عشرة خمسة وستة من الخمسة وستة من عشرة دايماً عاملين دوشة كبيرة جداً العربيات بص يا سيدي العربيات من القطاعات اللي تاثرت بالازمات المتتاليه وخلينا بسرعه كده نجمل المساله او نختصرها كده في كلمات بسيطه. احنا ظهر عندنا اسم اسمها الاوفر برايس والحجز وال وال الكلام ده كله سببه ايه؟ سببه ان ما فيش عربيات ناقصه اصبح النهارده كل عربيه فيه اثنين عايزينها أوه. فبقت فيه مزايده في النص. صح خلاص يبقى الاصل في الازمه الاصل في الحاله او الظاهره اللي موجوده دلوقتي نقص المعروض طيب نقص المعروض سببه ايه بسرعه كده كورونا المصانع توقفت مصانع اشباه الموصلات توقفت والانتاج توقف في العالم فحصل نقص في الامداد وبالتالي الحصه اللي انت كنت تاخدها قلت الطلب زي ما هو فبدات تحصل الفجوه اللي ادت لظاهره الاوفر برايس ظاهره غير مقبوله غير مقبولة ليه؟ لأن الحقيقة بقت متروكة لتجارة غير منضبطة عشوائية لدرجة إن إحنا ظهر عندنا نمط جديد من التجار اسمهم أشباه التجار أشباه التجار دي يعني ناس كده عادية زينا ياخد أه 400-500 ألف جنيه يحط هنا 50 في شركة كذا و50 في شركة كذا و50 في شركة كذا أول عربية تيجي يستلمها يبيعها ويروح دافع ايه ولا يدفع ضرائب ولا وفي نفس الوقت عامل ازمه في السوق وعامل ظاهره وده بيمثل يعني نسبه لا يستهان بها. شاء اللي هو اشباه التجار. الموضوع آه. ما بقاش بس عند التاجر اللي احنا بنتكلم النهارده ان هو يعني بيستفيد من الوضع بشكل غير شرعي لا هي الحلقات كلها بتاعة تداول السيارات الحقيقه تحولت انها بقى فيها عشوائيات. كلا كان من تدخل بقرار منظم. القرار المنظم ده خرج من جهاز حمايه المستهلك بانه لا يجوز بيع السيارات الا بالسعر المعلن من الوكيل حلو ف ازاي بقى يعني انتوا شاطرين وهتطلعوا قرارات احنا هنتحايل على القرار احنا شاطرين فابتدوا يعملوا حاجه اسمها يقول لك ان انا هحط كماليات على العربيه وبيعها قانوني وبدا يضرب لك امثله بقى بحاجات عالميه وبتاع ما فيه كذا تعديل السياره بتاع اللي هو يحط طقم ده وسد تعديل عربيه يعني آه. يعني واخد بالك اه ويحط الاوفر برايس انا الراجل الزبون مرضي يا سيدي انت زعلان ليه هو هيشتري الفواحه دي ب ألف جنيه هو راضي هو راضي لا طب هنا ابتدينا نتدخل وده كان قرار مهم جدا اتخذناه القرار ده بيقول ايه انه رقم واحد نبتدي برضو ان الكماليات دي وارد انها تعمل كارثه في العربيه امم طبعا تمام ان واحد بقى يركب حاجه في الضفيره تعمل حريقه تعمل كار... يعني طلع العربيه الضمان اصلا ايوه فكان الجزء الاول من القرار انه لا يجوز بانه يتم تركيب اي كماليات تؤثر على امن وسلامه السياره او سريان الضمان حلو ده كان الجزء الاولاني يعني. طيب هيبيع الكماليات دي بكام؟ بدأنا نبص الحقيقه دي ما كانتش لسه ظهرت كانت لسه آه بتقولي يا هادي اه يعني ورقه ورقه صغيره خضراء كده بدأوا ايه يزرعوها في الغيط بتاع الفساد فقال لك ايه حط 20% بقى 25% مساله عرضة طبعا فالجزء الثاني من القرار اللي هو سبب لنا ازمه مع الجماعه الشاطرين انه ايا إن كان الاضافات اللي انت هتعملها العربيه لا تتجاوز 5% من اجمالي سعر بيع العربيه يا عيني عليهم ده خدوا ضربه في مقتل دول تنظيم ها. تنظيم وتنظيم مؤقت لان دي في الاخر ظاهره هتختفي في طبعا. يوم من الايام لما يرجع تاني لكن هل نتركها كده م... على ولا نتدخل طبعا الناس زعلانين مننا لكن هي للاسف مش لا يعمم الكلام ده على كل تجار مصر ولا يعمم على كل وكلاء مصر انت النهارده بتكافح ظاهره بتظهر في وسط جزء من المنظومه بالعكس اغلب التجار من الشرفاء واغلب الوكلاء من الشرفاء وممثلينهم سواء شعب تجاريه كذا من الشرفاء لكن في قله كده بتروح خارجه ودول اللي بتدي القانون يتعامل معهم لكن زعلوا وده اعلناه وانه لن يسمح بانها تتجاوز 5% باي حال من الاحوال حاجه الاهم ان الشركات تعثرت في تسليم السيارات م. وبداوا يدفعوا بالظرف القهري الظرف القهري ان هو في استحاله في تنفيذ التعاقد لان سلاسل الامداد توقفت آه. سلاسل سلاسل الامداد توقفت فالنهارده بدا صناع السيارات ومستوردي السيارات يدفع بهذا الظرف وهو الحقيقه فرص قاهره او هي فعلا ظرف قهري طيب الراجل اللي حجز عربية وضعه إيه؟ هنعمل إيه؟ أو اللي حجز تلاجة وضعه إيه؟ تمام؟ فابتدينا نحط خط فاصل كان يوم 12 أربعة ده كان تاريخ صدور قرار خاص بتسليم السلع أو السيارات أو السلع بشكل عام سواء سيارات أو سلع معمرة فأخذنا هذا التاريخ كخط وقلنا أي حد سدد كامل قيمة السلعة سيارة أو غير سيارة سدد كامل القيمه قبل تاريخ 12/4 يستلمها بنفس السعر اللي تم الحجز بيه لان ما كانش اثار الازمه كانت ظهرت بالشكل الواضح بعدين دفع كامل القيمه او جزء منها كامل القيمه كامل القيمه كامل, كامل القيمه قيمة. يستلم السلعه او السياره عشان تبقى الدنيا واضحه آه. بنفس السعر اللي اتفق عليه حلو وقت ما تتعاقد جميل ودي بتبقى مثبته في ايصال الحجز واذا ما كانتش مثبته في ايصال الحجز هنرجع للسعر المعلن من الوكيل وقتها جميل جدا اي حد ما سددش كامل القيمه اللي قالوا له معلش تعالى خد فلوسك واحنا اسفين. م. طب ده يعمل ايه؟ هنجري بقى في قضايا وكذا في الاخر اللي يدفع بالظرف القهري امام القاضي ويقول ان انا تعثرت. م. قلنا لا يا فندم. الراجل ده يستلم فلوسه مضافا اليها اعلى فايده بنكيه في السوق المصرفي الان 18%. حلو جدا. يبقى اذا لو حضرتك وعايز اقول لك لو عملت دفعات اجمالي الدفعات تاخد عليها 18% احتسابا عزيزة. من اول دفعه. فالنهارده ليه؟ انا مش هاخد الفلوس من الناس مع كامل احترامي سواء انا وكيل او تاجر او كذا اروح احطها في البنك ولا اتاجر بيها وارجع اقول له خد فلوس صح ما ينفعش. يبقى على الاقل ان الراجل ده وفرت له فلوسه في اعلى وعاء ادخاري موجود في مصر النهارده حتى رغم ان هو ايام حجزه كان 8% او 9% لا انا هدي لك 18% ويسترد ودنا ثلاث اسابيع فتره لتنفيذ هذا القرار دي عارف اللي يقول لك ضربه فاكر الاغنيه بتاعت ايام جمال عبد الله ضربه كانت من معلم خلت الاستعمار يسأل دي ضربه بتاعه معلم تخلي الجشع يسلم يعني هو كده اللي بيفكر دماغه تزقزق وقفت عليه بخساره حقيقي حقيقي من قلبي كل التحيه وكل الشكر ده بجد يعني ده على القرارات اولا وكل التحيه وكل الشكر على وجودك معنا النهارده الوقت جري انا مش عارف ليه كان نفسي نقعد حبتين زياده كمان موضوع حمايه المساج ده موضوع كبير بس باذن الله جايات كتير نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا حقيقة. تحياتي لحضرتك ولكل فريقك المحترم ولمشاهدينك المحترمين وبرضو اسمح لي ان انا اقول لكل اللي بيشوف برنامجك المحترم لو كنا مقصرين سامحونا هنحاول نحسن من ادائنا وهنحاول دايما نكون افضل لا فندم اداه وقدود دايما صدقني كل الشكر مره تانية للمهندس ايمن حسام الدين رئيس جهاز حمايه المستهلك في بلدنا الرجل الذي يحميني ويحمي سيادتك من البعض الجشعين وتاني الحلقه الاولى دايما في حمايه المستهلك هي حضرتك شفت حاجه حصل حاجه ارجوك اتصل على أيه؟ 15 15 9 18. 18. 18. 18. 19 5 أو... 19 5 88 اهو 19 5 88 الذاكره ما بقتش بتسعف وخفضوا انفقوا 20 25 قول 30% في ما فيش اي مشكله خالص خلصت الحلقه لحد كده كنت اتمنى اقول لكم فاصل ونكمل الكلام لكن الامر لا من قبل ومن بعد ده يكون موجود معاكم صديقي العزيز زميلي الرائع كريم رمزي ورقم 10 اما انا فلو كلنا العمر نقابلكم بكره وبرنامجكم التاسعه سلامات